نبدأ بقى لأن عندنا ملفات كتيرة، وعايز أبدأ بمباراة أمس. خلينا نمسك من بداية من هنا وبعدين نرجع شوية ونطلع لقدام، في كلام كتير أكيد هنتكلم فيه. امبارح حضرتك شفت إزاي، مش هقول شفت المباراة، شفت الأداء تحديدا من لعيبة الأهلي. يعني أنا مش هتكلم عن المنافس دلوقتي، أنا عايزة أتكلم عن نفسي، ناحية السرعة، ناحية الأداء، ناحية الإجهاد، ناحية التركيز، العوامل الخارجية اللي اتحدث عنها البعض منهم كابتن باتسو موسيماني. اتفضل. أنت حضرتك طبعًا اتكلمتي في المقدمة، كله كلام فني ممتاز جدًا. يعني حضرتك يعني كأنك مدربة بالظبط. ما شاء الله عليكي. دي شهادة كبيرة بقى. ما شاء الله عليكي، يعني حضرتك اتكلمتي بشكل منظم جدًا. بالنسبة للناحية الفنية طبعًا إحنا هنقول إن أرضية الملعب أثرت كتير على الفرقة، بالتالي مستر موسيماني بدأ يشتغل على الكرة الطويلة من أول المباراة، ودي حققت الهدف بتاعها إن إحنا أخذنا منها ضربة جزاء محمد شريف وعلي معلول حطها، فدي كان هدف رئيسي. لكن هو في يعني عموما بعد ما جبنا الهدف يعني أداء النادي الأهلي بالنسبة لنا يعني مش هو ده النادي الأهلي يعني اللي إحنا كنا نتوقعه، أو هو ده أداء الفرقة زي ما إحنا كنا متوقعين يعني. فطبعا هو في هدوء يعني غريب جدا حصل للعيبه بعد ما جبنا الجون، ومش طبيعه النادي الاهلي لما بنجيب جون بنهدى بالشكل ده، وده كانت مشكله في نهايه الموسم اللي فات. واتمنى من مستر موسيماني انه يركز مع الفرقه اكتر من كده، لان مش غياب واحد ولا اتنين ياثر على الفرقه. لا، احنا عندنا 30 لاعب ودلوقتي بتتكلم الاهلي بمن حضر طول عمرنا، وده شعارنا الاهلي بمن حضر على مدار التاريخ. ايوه طول عمرنا الاهلي بمن حضر. فما تقوليش لاعب مش موجود، لاعب بيتجوز، لاعب عنده يعني التزام. كل لعيبه النادي الاهلي نجوم، يعني كل لعيبه النادي الاهلي نجوم، اقدر باي 11 اقدر اكسب. وبعدين فرقه متواضعه جدا يعني مش فرقه قويه. ما هي دي النقطه. العوده اعتقد ان شاء الله باذن الله ان احنا هنعدي، لكن احنا بنتمنى ان هو يركز في الملعب مع اللعيبه اكتر من كده شويه، لان اداء الفرقه مش مقنع. وده سبب ان احنا السنه اللي فاتت الهدوء الزياده ده ضيع مننا بطوله الدوري. يعني احنا بقينا بنهدى، يعني لعيبه هاديه زياده عن اللزوم. يعني موضوع ان احنا نبقى محتاجين طبعا الفرقه الثانيه بدات ضغط الشوط الثاني شويه على اساس ان هم عاوزين يتعادلوا وعلى ملعبهم، كل الكلام ده كويس جدا، لكن احنا النادي الاهلي. بس هو كان عندهم سرعه وكان عندهم قوه بدنيه غيرنا بصراحه. امبارح تحديدا في الشوط الثاني كانت باينه. لعيبه الاهلي كانت هاديه شويه، حست ان الماتش مضمون خلاص، وحست ان احنا يعني نقدر نكسب في اي وقت، فدي عملت مشكله شويه. ودي محتاجه من الخطوط شويه، يعني الشغل الفني محتاج الكلام ده اكتر شويه، ان احنا ندوس شويه مع اللعيبه، الحافز يبقى اكتر شويه بالنسبه للعيبه، الدوافع تزيد شويه، ده كل شغل فني.